مرحبا، أنا معالي توبة، أخصائية الصحة والجمال. رح نحكي عن مشاكل التجاعيد وعوامل الشيخوخة والتقدم بالعمر، منها ناتج عن تكسر الكولاجين المرتبط بشكل طبيعي مع الإيلاستين في طبقات الجلد، يؤدي إلى نزول النسيج الجلدي والبشرة ويؤدي إلى حدوث التجاعيد مثل ما إحنا بنلاحظها على البشرة. من عوامل اللي بتؤدي لهذه التجاعيد هي عوامل كثير، منها التعرض بشكل متكرر لأشعة الشمس دون استخدام واقي للشمس أو حماية للشمس، وأيضا تغيرات الهرمونية والتقلبات الهرمونية التي تحدث في الجسم إما بالتقدم بالعمر أو ناتجة عن التوترات والضغوطات العملية والحياتية في الجسم. ومن الأسباب أيضا الأخرى والمهمة جدا هي عدم العناية بفترة مبكرة في البشرة واستخدام مرطبات ومغذيات تحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة للوقاية تجنب حدوث هذه التجاعيد. ماكس اون طورت مجموعة الكولادرم للعناية بالتقدم بالعمر والشيخوخة والتجاعيد. الكولادرم تبدأ بالكولادرم سيروم والكولادرم كريم وكريم العينين اليومي. الكولادرم سيروم هو عبارة عن مادة تركيز عالي جدا، مادة مركزة من مادة الكولاجين والفيتامين سي. الكولاجين مثل ما بنعرف يعوض مادة الكولاجين من الجسم ويعمل كمفعول مضاد للتجاعيد ويعمل على ترميم الخلايا وتصحيحها لرفع حجم النسيج المترهل في البشرة. الفيتامين سي يعمل مفعول مضاد أكسدة، يعمل على تنقيط البشرة من الشوائب والفري ريديكلز أو الإشعاعات الحرة اللي تؤدي إلى حدوث بعض النمش في البشرة أو تغيرات الشحوب في البشرة والإرهاق، وأيضا مفعولها كمضاد أكسدة عام لتغذية البشرة كفيتامين طبيعي. تم تحضير المادتين بشكل منفصل في داخل أنبوبة واحدة للحفاظ على فترة ثباتيتها طوال فترة تخزينها أو طوال فترة حفظها دون تعرضها للتأكسد باختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة أو الإضاءة بداخل الأماكن المغلقة. وهذه من المميزات الرائعة جدا للمفعول القوي جدا لمادة الكولادرم هي فصل المادتين طوال فترة تخزينهم، ويتم مزجهم عند بداية الاستخدام من يوم رقم واحد من الاستخدام ولمدة أسبوع للأنبوبة الواحدة. من الطرف العلوي يحتوي على الفيتامين سي باودر، ومن الطرف السفلي السيروم والمحلول المركز من مادة الكولاجين. يتم ضغط الأنبوب ترك الباودر يمتزج مع السائل، يتم خلطه بشكل بسيط جدا لمدة دقائق، ثم استخدامها عن طريق القطارة. يتم وضعها بشكل مباشر على الأماكن الموجودة فيها التجاعيد أو الأماكن المباشرة، ويمكن إضافتها على كامل البشرة لتنقيتها ولتصفيتها. الاستخدام مرتين باليوم في الصباح وفي المساء قبل استخدام كريم الكولادرم هي الخطوة الأساسية كمادة مركزة ومفعول رائع كمضاد تجاعيد. النتائج بنلاقيها خلال فترة أيام، نلاحظ فرق في البشرة، الرونق، اللمعان ونقائها خالي من الشوائب، وأيضا بداية تغير التجاعيد وشد البشرة من الترهلات. الخطوة الثانية هي كولادرم كريم. كولادرم كريم هو عبارة عن كريم كولاجين مع أحماض أمينية مع الفيتامين A والفيتامين E والبيبتيدات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة بشكل طبيعي. مثل ما احنا حكينا سابقا عن أسباب التجاعيد هي عدم العناية بالبشرة واستخدام مغذيات ومرطبات للبشرة كمفعولها مضاد أكسدة. ماكس اون كولادرم كريم وفروا الفيتامينات الكافية التي نحتاجها بحياتنا اليومية لمفعول كمضاد تجاعيد ومفعول تغذية للبشرة مع الترطيب. يمكن استخدامه ككريم اليومي لنا بشكل دائم وقبل المكياج في الصباح وفي المساء وعند الحاجة إن أردنا. استخدامه سهل وبسيط، يتم وضعه بعد استخدام السيرم. كريم العينين كولادرم آي كونتور كريم. كريم العينين هذا كتير حلو، رائع جدا. هو عبارة عن أيضا فيتامينات ومضادات للاحتقان والإرهاق والانتفاخ تحت العينين. هو يعالج مشاكل رئيسية السواد والتجاعيد والانتفاخ والإرهاق أو الجفاف في محيط العينين، وذلك لاحتوائه على المغذيات، احتوائه على الفيتامين E، واحتوائه على مادة الكافيين التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في محيط العينين فتؤدي إلى فلترة أي أكسدة تحدث في الخلايا وتراكمات السموم التي تؤدي للانتفاخ والإسوداد، تعمل على تنقيتها وفلترتها وتعويضها بالفيتامينات وتنشيط منطقة محيط العينين. بالتالي نلاحظ عدم وجود تجاعيد وزوال الخطوط محيط العينين
لا يوجد انتفاخ ولا يوجد اسوداد أو إرهاق. استخدامه سهل جدا، مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء، ودون التسبب بأي نوع من التحسس، لأنه مصمم بشكل طبي ويحتوي على مواد مهدئة ومرطبة لمحيط العينين. هذه كانت مجموعة الكولوديرم البسيطة والسهلة للبشرة للاستخدام اليومي. سيرم الخطوة الأولى، الكريم الخطوة رقم 2 بشكل كامل على محيط الوجه والرقبة، وكريم محيط العينين المجموعة المتكاملة للسواد والتجاعيد والانتفاخ للبشرة.